ومن حدود قطاع غزة ينضم إلينا مجددا مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلبي. زياد، كما تابعنا عدد قتلى جديد في مخيم جباليا ارتفع إلى 14 في ثاني قصف، آخر التطورات الميدانية لديك والعسكرية؟ بالنسبة للتطورات الميدانية، استمرار الاشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وكتائب القسام وباقي الفصائل على الأرض، إن كان في المنطقة الشمالية هنا في بيت لهيا، بيت حنون وجباليا على وجه التحديد. محاولة القوات الإسرائيلية للتقدم ما زالت تصطدم بمقاومة كبيرة، يخرجون من الأنفاق ويشتبكون. أعداد القتلى الإسرائيليين هي أعداد غير نهائية، قد تكون أكثر من ما هو معلن حاليا، 15 جنديا حتى الساعة تأكدت أسماؤهم، ولكن الأعداد قد تفوق ذلك. الجيش الإسرائيلي أيضا حاول الدخول إلى منطقة مدينة غزة من جنوبها، من المنطقة الجنوبية، وهناك اشتباكات أيضا قوية في تلك المنطقة تدور حتى الساعة. إلى أي مدى ما تم نشره من خلال الطيران فوق غزة هو واقعي، وبأن لحظة الاجتياح أصبحت قريبة؟ الاجتياح على الأرض هو لا يوجد هناك الآن تخطيط لاجتياحات. هو الآن هذه العملية لليوم الثالث على التوالي، العملية البرية بدأت. هذه المناشير هذه ربما تكون يعني فيها معلومات قديمة حتى. بالنسبة للعمل البري هو مستمر منذ 3 أيام، سيتواصل قويا جدا في الأيام والأسابيع المقبلة. رغم ذلك، الفصائل الفلسطينية كما نوهنا في السابق ما زالت تحتفظ بقدرتها على إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل. قبل قليل إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، اعتراض عدد من الصواريخ هناك بواسطة القبة الحديدية. هذا يدلل كما قلنا على بقاء هذه القدرة رغم الضغط العسكري البري على الفصائل، وكذا أيضا القصف من الجو وبواسطة المدفعية الثقيلة كما نرى طوال هذا النهار. هل هذه الرشاقات، إطلاق هذه الرشاقات على تل أبيب وعسقلان بنفس الوتيرة زياد؟ طبعا هناك نوع من التراجع، ولكن هذا لا يقول الكثير، لأنه كل مرة كنا نقول هذا الأمر أن هناك تراجعا. في المساء تشتد الأمور ويقصفون تل أبيب 4 أو 5 مرات، وبالتالي يعني ليس دقيقا هذا التقدير إذا كان هناك تراجع أو لا، لا نستطيع أن نعرف. هناك استمرار على الأقل لإطلاق الصواريخ، هذا أمر أكيد. وقبل قليل كما قلت استهدفت تل أبيب، بات يام، حلون، مدن وسط إسرائيل برشقات صواريخ انطلقت من هذه المنطقة تجاه الوسط والعمق الإسرائيلي. رأينا بعد ذلك غارات كثيفة بعد إطلاق الصواريخ على تل أبيب أيضا بواسطة المدفعية من أماكن انطلاق الصواريخ، لكن كما شرحنا قبلا معظم الصواريخ حقيقة لا تنطلق من منصات يمكن أن ترى ثابتة، هي منصات مثبتة تحت الأرض تعمل بتوقيت، تخرج من نفق ومن ثم تختفي ثانية، وبالتالي هناك صعوبة حتى في محاولة استهداف منصات إطلاق الصواريخ في كثير من الأحيان. شكرا لك لكل هذه المعلومات. من حدود قطاع غزة كان معنا مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلبي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.